500 جنيه، كل ما نيجي نقابل المحافظ سعادته ما بيقابلش حد، سعادته قاعد فوق مريح دماغه من الناس، الناس الغلابه ما بتدوس عليهم. ماشي، المفروض يقابل النهارده واحد مننا، هو ما بيقابلش حد. وطالب اللي عاوز شقه مش هاسكت لما عاوز شقه، يا اما كده يسقطوا الجنسيه بتاعته، مش عاوز الجنسيه المصريه ومشيله بره مصر انا وعيالي. علينا كلنا معاه ستاتنا وعيالنا، مش جايين ولا بنعمل ثوره ولا جايين نعمل احتجاج ولا جايين، احنا عايزين شقه في الصحراء وهندفع ثمنها، عايزين شقه في الصحراء نعمرها وهندفع ثمنها، وبناء على كده احنا مش بنشحت، هو اللي قال لنا كده، قال لنا تعالوا هنجيكوا شقه وهنجيكوا شقه في الصحراء وتدفعوا فلوس، قلنا حاضر وجينا. زعلنا وبيزعلكوا ونيجي نضرب في بعض بعد ما هو ده اللي هيحصل يا ريس. احنا وقفنا دلوقتي وقطعنا الطريق، هيحصل ايه؟ احنا عايزين حد يكلمنا. احنا يا ريس سؤال واحد بس، احنا لو قعدنا قدامه وهو خارج انت هتعمل فينا ايه؟ انا مش عايزك، احنا عايزين نقابله، احنا بنقابله بحسابه. هو الراجل بيطلع في كل البرامج بيقول حضرتك انا بقابل الناس كلها وبقابل الشارع وباخد مفتوح كلام كلام. هو احنا اللي بنتكلم على مش عارف ايه بتضارب حقك، هتلاقيني واقف. هو مش من، انا مش عايزك تتكلم، هو مش من حقنا، مش من حقنا. انا يعني حاجه يا حاج يا باشا، مش من حقنا ان احنا نقابله. قابل حضرتك، حضرتك دخلني ليه؟ اه احنا